السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم الو السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اخويا محمد، دابا شفت اللايف ديالكم، كنشوف نتبع. مرحبا بك، مرحبا بك. بارك الله فيك خويا. الله يطول. معك بدر الدين من اسبانيا. القضية فيها بحر الوريقات. ماشي تما شوية شوية بدر الدين من اسبانيا، مين في المغرب بدر الدين؟ طنجة. شحال في عمرك؟ 25 سنة. 25 سنة. اها، خصني نعمل واحد التست، واحد العائلة اسمها سارة. فين كاينة؟ فين كاينة؟ طنجة. شنو سميتها؟ سارة، 19 سنة. شحال ديون تاوية مع بعضياتكم؟ 3 سنين. 3 سنين. هي وشنو العلاقة اللي بينك وبينها؟ علاقة حب. حب 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 حب. ها؟ مازال ما كاينش خطوبة رسمية. يلا اعطينا النمرة ديالها سارة. 06 زيد 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 زيد. أيه، شحال في الأخر؟ عاود. يلا ما تهضرش حتى نقولها لك. تلاقيتي انت وياه ولا ما عمركم تلاقيتو؟ كنت كنتلاقاو يعني شي مش طلعت في اسبانيا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الانوار سارة، كي دايره؟ لاباس؟ بخير الحمد لله. العائله، الاحوال ديالكم، كلشي لاباس؟ الحمد لله. نهار كبير هذاك، ما فيقناك من الناس. ايه، كنتي ناعسه؟ كتنعسي بكري؟ ايوا مزيان. كي دايرين مع شي برد؟ الحمد لله. ايوا مزيان. نهار كبير. هاد الصوت ما عمرك سمعتيه؟ ها؟ الو سارة، ما كنسمعكش. الو، وي هضري دابا، هضري، حاولي ترفعي صوتك باش نسمعك، ما كنسمعكش مزيان. الو، ما كنسمعكش، مشارك الصوت، رجعي كما كنتي في الاول. الو، دابا مزيان، خليك معايا بحال هكا. نجي كتسمعيني مزيان؟ كنسمعك مزيان. اوكي. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايت لك مفرجه في البرنامج ديالي، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ لا. مرحبا. الانسه ساره من مدينه طنجه، سن 19 سنه، هذه المعلومات صحيحه؟ مرحبا بك. انت حاليا راك معنا على المباشر في برنامج خطوه قبل الزواج. كما قلت لك من قبل، جانا اتصال من عند واحد السيد ساكن حتى هو في مدينه طنجه، كتلاقي انت وياه ديما، قال لنا بلي انت وياه في علاقه لا تعرفتو غير هذا العام هذا، وباغي يدير لك واحد السيربريز، وعنده شي هضره في حقك بغى يقولها لك. اوكي، انا غادي ندوزو لك ساره، هو راه معنا دابا على المباشر. هذا كيفاش من ندوزو لك؟ قول لي شنو هي. شكون؟ قبل ما ندوزو له قول لي السميه. وهي تقطع، ما عرفناها واش هي قطعات ولا قاس التليفون. جو بونس ما تكونش قطعات، هي معاك مازال ما كملتش السؤال وهي تقطع. ريهام، اهلا. الو 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 ساره، عندك شي مشكل واقيله في الريز ولا؟ لا ماشي مشكل. قلت لك قبل ما ندوزوك، شكون هو هذا الانسان اللي جا على بالك حاليا؟ شكون هذا الانسان اللي ساكن في طنجه وسرق ليه لا سرق القلب ديالو؟ شنو الاسم ديالو؟ غير الاسم الاول بلا ما تذكري النسب. اوكي، يمكنش هاد السيد ديالك واحد سوبريز قداش، وقال لنا من تسعود هو كيحاول يتصل بينا تقريبا شي 320 ابيل، وهو كيصوني الله شد ليه الخط،
في الاخر تقولي ما كاين والو، ما يمكنش. لا لا في طنجة ما كاين، اها شبه مدينة فين كاين؟ ما كاينش في المغرب. لا هذا اللي اتصل بينا الرقم اصلا شي، خليك معايا نشوف السيستم باش مرة راكم اتصل. لا الرقم ديال المغرب، وقال لنا بلي كاين في المغرب. فكري مزيان، فكري مزيان. سارة قال لنا تلاقيتو غير مؤخرا. يلا فكري. ها لا واخا دير علاقة حب في حياتك ولا لا؟ ها امتى كانت عندك اخر علاقة؟ شحال يكون داز عليها تقريبا ديال الوقت؟ ها ما كنسمعكش مزيان سارة، كيمشي لك الصوت، كاينة في شي بلاصة. نعم نعم اختي العزيزة، انا قلت لك شنو كاين، قلتي دابا ما دايره حتى شي علاقة ياك؟ هي قلت لك امتى كانت عندك، امتى كانت عندك اخر علاقة؟ ما نقولكش لا دات بالضبط، لا ماشي بالضبط، غير رقم مقرب. غير رقم مقرب وصافي. لا ما نقدر. اوكي شنو كان، ماشي بزاف، ماشي بزاف، حيت واحد الخيطم وما بقاش وصلح. واخا شنو السمية ديال هذا السيد هذا اللي كنتي معاه في اخر علاقة؟ ها ما كنسمعكش، رجعي كيما كنتي عافاك. شنو سميتو؟ كيمشي لك الريزو اختي العزيزه. اخي وي شنو كان الاسم ديالو؟ قلت لك سميتو، كان سميتو بطاطي. ولكن وقع واحد الخيطه وممكن نسكتو فرسكتوها للاسف. هذا اصلا اللي اتصل بينا ما سميتوش بدر الدين. بدر الدين السلام عليكم. عليكم السلام خويا. صافا بخير؟ الله يحفظك خويا عزيز. نتوما صافي فرتكتو الشمل؟ خويا هي فاكتة سر، ما على بالي حتى شي حاجة، كانت كتسمعني. ها هي كتسمعك. نتوما كنتو كتهضرو ولا كنتو ساليتو؟ سارة؟ أنا؟ سارة؟ أنا بدر. عرفتينيش؟ مالكم؟ شي حاجة. ها؟ محمد بارك الله. شكرا. هي واحد الخيطان اخي محمد السريري. كلشي هادشي. واه نقدر نقول لك اسارة باح الوريقات. شكون دابا بصراحة شي واحد معنا في لايف كي، شي واحد ولا شي وحدة معنا في لايف كيعرفك وصيفط لك ميساجية في واتساب شي عيبة قال لك راك في لايف ياك؟ كاين ولا لا؟ وما تكذبيش. شي واحد معنا في اللايف صيفطك ميساج قال لك راك دايزه معنا في اللايف؟ لا خي بحق عاد فكرت البرنامج ديالك. قديمه هذيك. يلا سيري. يلا تحيه لك اختي العزيزه. يلا سلام مرحبا. انا عندي احساس الخوت بلي شي واحد جا قال لي راه كاين سميتو راه في لايف معاه، واحد اللحظه فاش قطعته هضرت معاه ويتقول لي سي محمد السريري سمعتوها، غتكونوا اصلا سمعتوها كاملين الخوت ديك اللقطه فاش دخلت عندي قالت لي سي محمد السريري.